جدا بلقائي في صحباتي وزملائي ومدرساتي. أنا سويت في الإجازة لعبت مع أخواني وطلعت برا واستمتعت ومستعدت للمدرسة، كنت فرحانة مرة واستعدت للفرح ورحت المدرسة وأنا مبسوطة. أنا مستعد للدراسة في فصل الدراسة الثاني وفعلا التوفيق والنجاح. أنا سعيد بعودة الطلاب والمعلمين واجتماعي معهم وعودا حميدة. إذا نجحت إن شاء الله خلي أمي وأبوي يفرحون. بيرفع راس أبوي وأمي. مع المدرسين ساعدونا في كم شيء، علمونا من أول، جهزونا من فصل الدراسة الأول. استعديت، جهزت كتبي ونمت بدري وفطرت. ها نحن اليوم ولا الحمد شاركت طلابي وأبنائي في ثانوية الأمير فيصل بن فهد بدايتهم لهذا الفصل، وكانوا حقيقة جاهزين ومنطلقين ومستعدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يكلل المساعي بالنجاح والتوفيق. بداية جيدة ولله الحمد. كما ترون حضور الطلاب في وقت مبكر، الاصطفاف الصباحي، الطلاب مهيئين لهذه البداية من قبل اختبارات الفصل الدراسي الأول حيث تم تسليمهم الكتب. من آخر يوم حقيقة في الاختبارات كنا نستعد لتهيئة الفصل الدراسي الثاني، من ناحية الأجهزة، من ناحية الوسائل، من ناحية الكتب، من ناحية الجداول، المعلمين وتوزيع الأنصبة. فالحمد لله كان في تعاون حتى أثناء الإجازة، والحمد لله تكللت بالنجاح. كل الزملاء، كل إدارة المدرسة حقيقة مشكورين، يعملون لكل بداية ترم، كل بداية فصل دراسي، أنه يهيئون جميع الطلاب ويهيئون لهم المدرسة من ناحية البنية التحتية، الفصول، التعزيزات، الحث على عدم الغياب، الحث على الحضور. العملية التعليمية تسير لله الحمد على أكمل وجه بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بتضافر وتكاتف الجهود وفق الخطط والتطلعات المنشودة برؤية حكيمة وقيادة رشيدة. تم إعادة توزيع الجداول على جميع المعلمات حتى يتسنى لنا بإذن الله من بداية الفصل الدراسي الثاني تدريس الطلاب والطالبات من أول حصة. أيضا الحمد لله تم توزيع الكتب الدراسية على جميع الطلاب والطالبات استعدادا للفصل الدراسي الثاني.